السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع جميل جدا، عامل زي شات جي بي تي، لكن هيبقى مخصص تقدر تخصصه لحاجة معينة. يعني مثلا انت دكتور مثلا في التاريخ، فهترفع كل كتب التاريخ وتقدر بعد كده تشاركه مع الطلبة، بحيث ان الطلبة لما تسأل اي سؤال في التاريخ يجاوبها من خلال الكتب بس اللي انت رافعها. يعني هو ملوش علاقة بأي كتب تانية، وهيركز قوي مع الحاجة اللي انت رافعها له، مثلا فلسفة معينة في كتب طب معينة. فلما تسأل عن حاجة ما يجيبلكش إجابات عامة، لا، إجابات متخصصة من خلال الكتب اللي انت رافعها له. فسواء انت مثلا ممكن تديله ملفات PDF أو وورد، أو ممكن تديله نصوص تكتب الحاجات اللي انت عايزها، أو تديله مواقع معينة وتجاوب من المواقع دي بس. فهو هيستفاد من قوة الخوارزميات بتاعة شات جي بي تي من غير ما يخش ياخد المعلومات، يعني هيبقى المعلومات تبقى محدودة شوية، تمام. فانت ممكن ترفع له URL، تديله موقع معين او دوكومنتس، او ممكن ترفع له ملف بتاع وورد بريس اللي هو ال XML او سايت ماب، وهو يبدأ ان هو يتعامل معاها بحيث يديك المعلومات اللي انت، ودي الاسعار بتاعته. وممكن انت تجربه مجانا زي ما انت عايز.